تجدر الإشارة إلى أن مصالح ولاية أمن بني ملال تجند الوحدات المتنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وهي عبارة عن سيارات للشرطة مزودة بمنصات التسجيل والمعطيات التعريفية للمواطنين، تنتقل رفقة موظف الشرطة إلى المناطق والجماعات القروية النائية الجبلية البعيدة لتنظيم حملات للقرب تستهدف إنجاز هذه الوثيقة الإدارية لقاطن هذه المناطق. وهذه المبادرة النبيلة ذات الطابع الاجتماعي التي تدعم البعد المواطن والخدمات المتميز لجهاز الأمن الوطني تبقى محطة تتبع من لدن قيادة هذا الأمن لما تتيحه للمواطنين من عدم تكبد عناء السفر وتخفف عنهم أعباء وتكاليف التنقل. مكنت منذ انطلاق العمل بها منتصف سنة 2021 إلى حدود مساء يوم 11 مايو الجاري من استفادة 37,092 من المواطنين القاطنين بمختلف الجماعات النائية والبعيدة لجهة بني ملال. السيد الوالي، السيدات والسادة الأفاضل، تراهن ولاية أمن بني ملال بشكل كبير على المقاربة التواصلية والعمل التشاركي، وبذلك فهي توطد سياسة الانفتاح والتواصل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والرأي العام ووسائل الإعلام ونهج سياسة القرب مع المواطنين. وفي هذا الصدد تم عقد ما يفوق 200 لقاء تواصلي مع مختلف الجمعيات وهيئات المجتمع المدني. وفي نفس السياق تتفاعل مصالح ولاية أمن بني ملال بشكل جدي وآني مع كل المحتويات الرقمية المرتبطة بالشأن الأمني التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم التعامل معها بكل جدية على أنها تبليغ عن جرائم مفترضة، كما تعمل على رصد الأخبار الزائفة والمحتويات العنيفة التي من شأنها المس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، ويتم إخضاعها لزوما للخبرات التقنية الضرورية والأبحاث القضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة لترتيب الآثار القانونية. كما يتم أيضا التواصل بشأنها مع الرأي العام عبر نشر بيانات حقيقة أو تكذيبات أو تصويبات حسب الحالات، علاوة على المبادرة بشكل تلقائي إلى نشر أخبار حول القضايا الأمنية التي تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.